عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلاً وسهلاً بكم إلى حديثنا للصحافة لهذا اليوم. نبدأه من صحيفة الواشنطن بوست التي نشرت مقالاً بعنوان الأسد يستفيد من الانقسام الروسي الأمريكي في أوكرانيا. قالت فيه: الرئيس الأسد يجني فائدة مردها الخلاف بين روسيا والولايات المتحدة حول أوكرانيا، وذلك من خلال المضي قدماً في سحق التمرد ضد حكمه وضمان إعادة انتخابه لسبع سنوات أخرى، متناسياً الضغط الممارس عليه للوصول إلى تسوية مع معارضيه. يعتقد النظام أن لدى الروس الآن سبباً جديداً وأقوى لإبقاء الأسد في السلطة ودعمه، خصوصاً بعد تجربة ليبيا وأوكرانيا الآن. إضافة إلى ذلك، يعتقد النظام أيضاً بأن أي صراع في العالم يشغل أمريكا يمكن اعتباره عاملاً لتخفيف الضغط عن سوريا. الحرب السورية ما هي إلا واحدة من عدد من القضايا المثيرة للجدل في الشرق الأوسط، والتي تكشف عن هشاشة مصالح الولايات المتحدة والتي أعادت إحياء حقبة الحرب الباردة مع روسيا، مثل تلك التي ظهرت على السطح في أوكرانيا. الاتفاق النووي مع إيران ومحادثات السلام الإسرائيلية الفلسطينية كلاهما يحمل أولوية أكبر لدى السياسة الخارجية في إدارة أوباما من سوريا، التي تعتمد أيضاً على مدى تعاون موسكو. الاقتراح الذي تم تقديمه قبل إجراء محادثات جنيف في يناير الماضي بأن تسمح سوريا بدخول مراقبين دوليين رفض كونه غير مهم. هذا الأسبوع من قبل مستشارة الأسد بثينة شعبان في مقابلة أجرتها مع قناة تلفزيونية لبنانية قالت: لدينا مصداقية ولا نقبل بأي تدخل، وشددت على أن الانتخابات سوف تجري في موعدها. هناك مناقشات مكثفة تجري في دمشق كما يقول أشخاص مكرمون من أماكن صنع القرار في الحكومة، من أجل إضفاء شرعية على الانتخابات في الوقت الذي تخضع فيه الكثير من أجزاء البلاد لسيطرة المتمردين، كما أن مساحات واسعة من البلاد خلت من سكانها بسبب العنف، كما أن هناك أكثر من 2 مليون مواطن أصبحوا لاجئين. تأمل الحكومة في إقناع مرشح واحد على الأقل في الترشح ضد الأسد، ولكن لحد الآن لم يظهر ذلك الشخص. في غياب أي إصلاحات سياسية حقيقية مثل تلك التي كان يؤمل الخروج بها من مؤتمر جنيف، فإن الفرصة سانحة ليكرر الأسد نسبة فوز 97% التي أحرزها في الانتخابات الماضية عام 2007. وفقاً لتابلر الذي شهد تلك الانتخابات بينما كان يقيم في دمشق، والذي يضيف أيضاً: لقد كانت مهزلة. تتزامن التحضيرات مع مكاسب بطيئة ولكنها قوية على أرض المعركة من قبل القوات الموالية للأسد، والتي تشمل تقدماً في محافظة حلب الشمالية التي اعتبرت في فترة من الفترات بعيدة كل البعد عن يد الحكومة. كان لدعم روسيا أثر كبير في هذا التقدم، حيث حافظت على خطوط إمداد السلاح للجيش السوري الذي يمر بصورة رئيسية من خلال ميناء أوديسا الأوكراني. ويضيف: بوتين يرى العالم رقعة شطرنج كبيرة يمكنه فيها القيام بحركتين أو ثلاثة في نفس الوقت، ولكني لست متأكدا أن الغرب يمكن أن يقوم بذلك. أنا لا أرى أي تراجع لدعم الروسي للأسد، وأعتقد أن الأسد سوف يستمر في فعل ما اعتاد عليه، وهو تحقيق النصر عسكرياً. ننتقل الآن إلى صحيفة الغارديان التي نشرت مقالاً لديفيد كلارك بعنوان أوكرانيا نهج بوتين ليس الخيار الأذكى لروسيا. قال فيه: إن العديد من المحللين في الغرب يحاولون معرفة ما الهدف الذي يسعى بوتين لتحقيقه باستيلائه على شبه جزيرة القرم واحتلالها، مضيفاً أن المسألة معقدة للغاية لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نفسه لا يعرف السبب. وأشار كلارك إلى أن بوتين الذي لا يريد أن يذكره التاريخ بأنه الرئيس الروسي الذي خسر أوكرانيا لعب الورقة النهائية التي بحوزته، مضيفاً أنه لم يتم التفكير بالخطوة المقبلة. وأوضح كاتب المقال أن روسيا تستطيع وبسهولة إحكام سيطرتها على شبه جزيرة القرم ولأمد طويل معتمدة على دعم السكان المحليين لها،
وأردف أن روسيا تواجه اليوم خيارات صعبة، إذ أنها تستطيع استخدام الاستفتاء المقبل في القرم حجة للاستيلاء على شبه الجزيرة بدعم من السكان المحليين، موضحاً إن طلباً مماثلاً تقدمت به جنوب أوسيتيا في عام 2009 للانضمام إلى روسيا، إلا أن الأخيرة رفضت هذا الطلب جملة وتفصيلاً. ورأى كاتب المقال إن ثمن الاستحواذ على شبه جزيرة القرم قد يؤدي إلى خسارة ما تبقى من أوكرانيا والاستحواذ على شجب دولي، واعتبر أن الخيار الأمثل لبوتين يكمن بالمساومة على شبه جزيرة القرم لضمان التوصل إلى اتفاق حول الدستور الأوكراني والسياسة الخارجية، مشيرا إلى أن هناك العديد من الإشارات الصادرة من روسيا أن بوتين مستعد للمساومة، لا سيما تلميحاته عن استعداده للعمل مع رئيسة المعارضة الأوكرانية يولا تيموتشينكو. نواصل معكم مشاهدينا الكرام مع صحيفة الحياة اللندنية، حيث كتب أكرم البني مقالا بعنوان عن سوريا والحدث الأوكراني، المرونة والتشدد في التعاطي الروسي، قال فيه: ليس مستغرباً أن يثير التغيير الحاصل في أوكرانيا بعض التفاؤل في نفوس المتابعين بألم لما يجري في سوريا، فثمة رهان بأن تفضي التطورات هناك إلى إضعاف سياسة روسية نشطة تدافع عن الوضع السوري القائم ضد أي مشروع للتغيير. بالتالي إلى تمكين الغرب من مواجهة صعود دور موسكو باعتبار أوكرانيا وسوريا متشابهتين في حسابات السيطرة والنفوذ العالميين. تكون الوراقة السورية واحدة من بين أوراق اقتصادية ودبلوماسية وسياسية وربما عسكرية أيضاً، توظفها موسكو لتطويق تداعيات الحدث الأوكراني ولمنع كييف من متابعة مسار الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. تبدأ أوكرانياً بالسيطرة عسكرياً على منطقة القرم الاستراتيجية، وتستمر سورياً بالإمعان في دعم النظام وتمكينه بما في ذلك إهمال النقاط التوافقية لبيان جنيف واحد، وتهميش ما قد يترتب على جنيف اثنين من فرص أخرى لمعالجة الأزمة السورية. صحيح أن الملف السوري وفر لقادة الكرملين فرصة للإيحاء بأن سياستهم تمكنت من إرجاع روسيا إلى موقعها كقوة عظمى وأجبرت العالم كله على التعامل معها على هذا الأساس، لكن الصحيح أيضاً أن روسيا اليوم ليست مؤهلة اقتصادياً وسياسياً للعب دورها القديم والعودة لاحتلال موقعها كقطب عالمي منافس والنقل، غير مستعدة لدفع فاتورة جديدة لسباق التسلح والتنازع على النفوذ بعد أن جربت هذا الخيار طويلاً ولم يفض إلى نتيجة سوى مفاقمة الأزمات والمعاناة. والقصد أن روسيا اليوم ليست روسيا السبعينات والثمانينات، وما يجري من مناوشات بينها وبين الغرب أشبه بلعبة عض أصابع لن تتعدى حقل التنازع الآمن على بعض حصص السيطرة والنفوذ، والمرجح أن يأخذ هذا التنازع منحاً أقل تشدداً والنقل أكثر مرونة بعد التصدع الخطير في مكانتها ووزنها جراء خسارة الموقع الأوكراني. ويخلص أصحاب هذا الرأي إلى أن الهاجس الرئيس لدى قيادة الكرملين هو ضمان استقرار مصالحها عبر سياسة براغماتية تتحسب من دفع تحدي المواجهة مع الغرب إلى حده الأقصى، بخاصة في الشأن السوري الذي استنزفها سياسياً ومعنوياً، بل أنها على العكس ستعزز خيارها المرن بالانتقال من التفرد في تقرير مصير الصراع الدموي هناك إلى تفضيل المشاركة الأمريكية والتعاون جدياً معها هذه المرة لوضع مخرجاً يضمن لروسيا مصالحها بدل أن يفضي إلى تفردها إلى خسارة كل شيء والخروج من المنطقة وهي تجر أذيال الخيبة وزراءً شعبياً واسعاً. وبين احتمالي المرونة والتشدد في التعاطي الروسي مع الملف السوري، يبدو النظام في دمشق أكثر تحرراً من ضغوط موسكو وأكثر قدرة على التوغل في العنف والمجاهرة برفضه للحل السياسي. ننتقل الآن إلى وكالة أنباء الأناضول التي نشرت تقريراً للشبكة السورية لحقوق الإنسان بعنوان المرأة السورية وقائع وآلام.
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يتم إحيائه في 8 آذار من كل عام. رصد التقرير الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة السورية منذ بدء الأزمة السورية، سواء من قبل النظام السوري أو بعض فصائل المعارضة. قدر التقرير عدد النساء السوريات التي قتلن خلال السنوات الثلاثة الماضية على يد قوات النظام السوري ب 13,000، بينهن 31 قتلن تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز الحكومية، و 500 امرأة قتلن برصاص القناصة، بالإضافة إلى حوالي 50 امرأة قتلن على أيدي فصائل مسلحة تابعة للقاعدة، و 25 امرأة لقين حتفهن على أيدي فصائل مسلحة تابعة للمعارضة. كما أشار التقرير إلى الصعوبات التي تواجه عمليات توثيق العنف ضد المرأة في سوريا بسبب خشية الأهالي من أن تصبح بناتهن مادة للحديث. ويؤكد التقرير أن قوات النظام تستهدف المدنيين بشكل متعمد، إذ بلغت نسبة الضحايا من المدنيين 87%، ووصلت نسبة النساء بينهن إلى 11%، في حين من المفترض ألا تتجاوز تلك النسبة 2% في حالة الحروب النظامية. كما تحدث التقرير عن انتهاكات أخرى ترتكبها قوات النظام ضد النساء السوريات، ومنها الاعتقال والخطف، حيث أشار التقرير إلى وجود 1240 امرأة محتجزات حتى الآن لدى قوات النظام، لافتاً إلى أن التقديرات تشير إلى ما لا يقل عن 5,000 امرأة معتقلة. وأشار التقرير إلى عمليات عنف جنسي تمارسها القوات الحكومية ضد النساء السوريات على نطاق واسع. وقدر التقرير أن النساء التي تعرضن لعمليات عنف جنسي في سوريا تتجاوز أعدادهن 7,500 امرأة، بينهن 400 فتاة تحت سن 18، و850 حالة اغتصاب حدثت داخل الأفرع الأمنية والمعتقلات. ويعبر معدو التقرير عن رأيهم بأن الجرائم التي ارتكبتها قوات النظام السوري في حق النساء السوريات ترقى لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وحول الانتهاكات التي قامت بها فصائل المعارضة المسلحة، أشار التقرير إلى قيام فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان بالتحقق من مقتل 33 امرأة على يد قوات تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام داعش، بالإضافة إلى خطف التنظيم واعتقاله لعدد من الناشطات خاصة في المجال الإعلامي، وتضييق على النساء في المناطق الواقعة تحت سيطرته بدعوى تطبيق الشريعة الإسلامية. كما تحدث التقرير عن مقتل ما لا يقل عن 11 امرأة على يد فصائل المعارضة المسلحة الأخرى خلال عمليات القصف والاشتباكات مع القوات النظامية. ويحث التقرير مجلس الأمن على اتخاذ قرار بإحالة الوضع في سوريا لمحكمة الجنايات الدولية، كما يدعو مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للضغط على الحكومة السورية من أجل وقف عمليات الاغتصاب وفتح تحقيقات دولية حول مرتكبي تلك الجرائم. كما يدعو التقرير مجلس حقوق الإنسان والجامعة العربية لتشكيل لجان مختصة لمتابعة أحوال ضحايا الاغتصاب والتخفيف عنهم ورعايتهم ماديا ومعنويا وتأهيلهم. حديث الصحافة مستمر معكم، وننتقل الآن إلى صحيفة السفير التي نشرت مقالا لسمير العيطة بعنوان دعوا السوريين وشأنهم. جاء فيه: كان المشروع الأولي لوثيقة جنيف ينص حرفيا على إيقاف تدفق السلاح إلى الأطراف المتنازعة في سوريا، لكن البنود المتعلقة بالأمر ألغيت في النهاية. هكذا انطلقت معركة ريف حلب في صيف 2012 مع كتائب معارضة منظمة نوعا ما لواء التوحيد خاصة حينها، وتم تحرير جزء كبير من ريف المحافظة والشمال السوري ومناطق أخرى في البلاد. لقد تحول الصراع القائم بالتالي من صمود ومقاومة ضد هجمات الجيش النظامي إلى حرب. لكن يبدو أن تفاهما روسيا أمريكيا ضمنيا كان وراء الحد من تدفق السلاح إلى مستوى معين لا يسمح واقعيا لأي من الطرفين بانتصار عسكري حاسم. وقد تعزز هذا التفاهم ليس فقط منذ أزمة الكيميائي،
وإنما منذ أن تعاظم وجود ودور التنظيمات المقاتلة المتطرفة وظهر التنافس بين الدول والقوى المناهضة للسلطة القائمة في سوريا، كل يدعم ويسلح كتائبا تخدم مصالحه دون غيره. ربما كان أساس الحد من تدفق السلاح هو قناعة القوتين العظميين بضرورة إبقاء الباب مفتوحا لحل سياسي بين الأطراف الإقليمية وكذلك بين السوريين من دون أن تكون ملامح ذلك الحل واضحة. هكذا أفشلت القوى الداعمة للمعارضة تحديدا جهود توحيد هذه المعارضة في القاهرة التي كانت جزءا من مبادرة المبعوث الأممي كوفي عنان، كما كان لقاء جنيف واحد، وتم كبح أي حل على أساس إبقاء الدولة السورية قائمة. واستدعى النظام السوري حلفاء له كي يشتركوا في الصراع الداخلي الذي بدا كصراع ضد قوى تكفيرية زج بها الخارج كما خطط له النظام أساسا. لم تكن التحركات حول انعقاد جولة مفاوضات جنيف 2 ثم انعقاد جولتي مفاوضات بين ممثلي السلطة القائمة وجزء من المعارضة سوى كسب وقت بالنسبة لكثير من القوى الخارجية في زمن نزع الكيميائي، وحتى تذهب الولايات المتحدة لفك التفاهم حول الحد من تدفق السلاح، وكذلك لتأسيس حراك سياسي معارض الائتلاف مقبول نوعا ما دوليا، خاصة في ظل تحول الرأي العام العالمي بعيدا عن التعاطف مع قضية الحرية في سوريا وبروز تيارات كبيرة ضمنه تمزج بين هذه المعارضة والتنظيمات الإرهابية، لا سيما أن قادة هذا الحراك المعارض أضاعوا كل الفرص لتمييز أنفسهم ومواقفهم عن الإرهاب. واليوم تأتي الأزمة الأوكرانية بتداعيات قد تكون خطيرة، وليس أقلها أن ينفرط التفاهم الروسي الأمريكي حول الحد من تدفق السلاح وأن يتبع غزارته أمريكيا غزارة روسية مقابلة، والنتيجة هي حرب أكثر دموية تؤدي إلى تثبيت خط التماس وإلى تطهير بشري على طرفيه وإلى التقسيم. ويأتي النزاع السعودي القطري أيضا بتداعياته، وها هما يتصارعان على صورة مستقبل المنطقة المشرذم وعلى القوى الإقليمية التي يجب التحالف معها، لذلك تركيا أو إيران أو إسرائيل. ينبغي أن يرتفع صوت السوريين قوياً، علينا أن نصرخ معاً، سوريا ستبقى موحدة ولن يتم تقسيم أهلها ولن يحكمها أجنبي ولو من خلف ستار، دعونا الآن وشأننا، فسنبقى طويلاً نضمض جراحنا ونواسي أهالي شهدائنا ونعمر ما تخرب من منازلنا ونعيد مهجرينا ونصالح أبناءنا ونحاسب سياسيين. ننتقل الآن إلى موقع كلنا شركاء، حيث نشر مقالا لسامي صوفي بعنوان عفوك شعب سوريا العظيم من نظام البعث. قال فيه: لم أجد تعليقا على 51 عاما من نكبة السوريين بثورة البعث الكافر. أبلغ من عنوان المقالة الأخيرة لصلاح البيطار أحد مؤسسي حزب البعث في جريدته الإحياء العربي، والتي اعتذر فيها للشعب السوري عن الممارسات الخاطئة للبعث في سوريا قبل أن يقتله المقدم حسن علي الملحق العسكري السوري في باريس كرد على مقالته. أشك في عروبة حزب البعث مدعي العلمانية منذ نشأته، فقد كان استلامه للسلطة بانقلاب عام 1963، أما ممارسة السلطة فقد كانت إقصائية في البداية ودموية فيما بعد، حتى مؤسسو الحزب راحوا في خبر كان. صلاح جديد ونور الدين الأتاسي ماتوا في السجن تقريبا، ميشيل عفلق الذي يشك البعض بيهوديته لأنه لم يعرف كيف يصلي في الكنيسة في باريس هرب إلى بغداد ومات هناك، محمد العفلق، محمد عمران اغتاله النظام في طرابلس عام 1982، شبل العيسمي اختطفته السفارة السورية في عالية بيروت في نيسان عام 2011 لرفضه تأييد قمع النظام. أما دمشق قلب العروبة النابض فأضحت هدف إيران الفارسية، أكاد لا أصدق أن قلب العروبة النابض قد خرج من الجسد. رحم الله صلاح البيطار،
فقد غسل خطيئته البعثية بدمائه التي سالت على رصيف شارع ماربو في باريس يوم 21 حزيران عام 1980. مشاهدينا الكرام، نصل الآن إلى آخر مقالاتنا في موقع أورينت نت، حيث كتب أحمد عمر مقالا بعنوان حافظ الأسد يترشح للانتخابات. قال فيه: يشبهون السيسي في مصر بالرسل، عفواً يجعلونه من الرسل. أما في جوقة النظام السوري فيشبه الرفيق، المفتي، الركن، الجنرال، المعمم، حجة الله، آية الله، أحمد حسون. يشبه الطاغية حافظ الأسد بجمال عبد الناصر في أمر واحد فقط وهو الفقر. يقصد الزهد في وسخ الدنيا ومعبودها. العادة هي أن يتخذ الشيوخ والأنبياء وأولياء الله الصالحين مثالاً وأسوة حسنة. ويبدو من التشبيه أن ذو اللحية السوداء الفوتوشوب والضحكة الكولينوس أنه يخطب ود الناصريين والرسول الجديد في مصر. أما حكاية فقر حافظ الأسد فيعرفها كل أهل سوريا، الذي كان الأب القائد يأخذ عنهم تعويضاً عائلياً مجزياً كما في النكتة الشهيرة. تصريح حسون لإذاعة سورية اسمها بنا ذكرني بأحد أثرياء بلدتنا عندما كان أصدقاؤه وأصحابه يطالبونه بتسليفهم، فيقلب جيوبه نازعاً أجوافها مثل الجراب، حالفاً بالله أنه ليس معه فرنج واحد. أجرى ناشطون مقارنة بين الدكتاتور جمال عبد الناصر باني الدولة البوليسية العربية الحديثة وبين الطاغية حافظ الأسد، فكانت النتيجة لصالح الفقير الهندي غاندي الذي كان يعيش مع عنزة في كوخ. وقد ذكرني البلبل حسون ببعض فضائل حافظ الأسد، وهي تعد على أصابع الأخطبوط، منها أنه كان مؤدباً في استقبال الضيوف ولم يكن يضع ساقاً على ساق، إذ كان يفضل أن يبقي القدمين على رقبة الشعب. الثانية أنه لم يكن زيراً ونسوانجياً مقارنة بالكازانوفا والدونجوان والطباخ الشيف مصطفى طلاص وزير الدفاع عن المأكولات وورود الزينة. الثالثة أنه لم يرى أحد وجهه على القمر مثل صدام حسين، ولله الحمد والمنة. وبما أن الشيء بالشيء يذكر، فقد ذكر وزير الأطعمة الشهية وملابس البحر إبان ترشيح الغلام قبل بلوغ السن السياسية أنه كان مدلل الرئيس، بدليل أنه كان ينام معه في الغرفة نفسها، وهو يقصد أن نام في غرفة واحدة يوحد الفكرة والأحلام والمناهج. لا ندري لما اخترت عبقرية طلاس أن يختار النوم في غرفة واحدة مع الرئيس وسيلة لانتقال الهيبة والسلطة والدم الواحد. لم تتوقف آلة الإعلام السوري يوماً واحداً عن عادتها القديمة، وهي عبادة الزعيم. القرابين بلغت نصف مليون إنسان حتى الآن، ولا يعرف أحد لما نزح العندليب حسون إلى ذكر محاسن حافظ الأسد وهي معروفة للشعب السوري. يسرد خطيب بدل في كتابه الصادر حديثاً قصصاً وحكاية وطرائف من عصر الدكتاتورية في سوريا. يذكر أنه قال: لازلت أذكر تلك اللحظة التي أعلن فيها عن وفاة حافظ الأسد مترافقة مع إعلان مجلس الشعب تعديل الدستور وتصغير سوريا. وقتها ضرب والدي على جبينه وقال قولة تستحق أن تكتب بماء الذهب وأن تكتب بالإبر على أعماق البصر. راحت 10 سنوات أخرى، لم نفرح بموته ولا ثانية. السبب في أنشودة حسون في القفص الذهبي هي أن حافظ الأسد سيترشح لولاية سابعة من القبر. بهذا مشاهدينا الكرام ينتهي حديثنا للصحافة لهذا اليوم. شكرا لحسن متابعتكم، نلتقي مجددا غدا إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.